انا عندي هنا في المبنى بنتج العديد من المنتجات سواء حربيه او مدنيه، فعلى الخطوط الانتاجيه المختلفه، والمنتجات طبقا لاحتياجات القوات المسلحه او تلبيه احتياجات القوات المسلحه. فببدا اعمل خطط انتاجيه على الخطوط الانتاجيه. عندي عماله في المبنى بتكفي لاحتياجات القوات المسلحه، ولكن طبقا للمطلوب بعمل خطط الانتاجيه. عندي هنا بنتج التمساح 3، بننتج عربيات للشرطه، بننتج بعض المنتجات المدنيه، بننتج الدروع للشرطه، سواتر الشرطه للجنود، وبننتج عربيات نقل المساجين للشرطه برضو. وبننتج كنا بننتج طبقا لخطه العمل او خطه الخطه الموجوده مع القوات المسلحه، كنا بننتج الدبابه الام 1 اي 1. بالنسبه لنسبه المكون المحلي بالنسبه للصناعات المدنيه بيبقى بنسبه 100% كمكون محلي. بالنسبه للصناعات العسكريه طبقا للعقود وصلنا في بعض المنتجات ل 75% كمنتج محلي. مصنع انتاج واصلاح المدرعات مصنع من المصانع الحربيه اللي بيخدم قطاع القوات المسلحه، وبجانب كده بيقدم مشاريع وبرامج اخرى لخدمه القطاع المدني، اهمها مشروع تحويل اتوبيسات هيئه النقل العام للقاهره والاسكندريه للعمل بالغاز الطبيعي. البرنامج ده بيستهدف تحويل عدد 2262 اتوبيس على مدار 5 سنوات قادمه. على الجانب الثاني تم اعداد وتجهيز خط الانتاج الاتوبيسات اللي بتعمل بالكهرباء بالتعاون مع شركه ام سي في. داخل المصنع بيتم تصنيع وتجميع الشاسيه للاتوبيس الكهربي، وبيتم اعمال الاختبارات كامله داخل المصنع. المصنع برضه بيقدم برامج مدنيه نماذج لتشغيل الشباب، بتتمثل في مطاعم متحركه متنقله واخرى للمشروبات بيتم نقلها من مكان لاخر حسب ما الشباب مجموعه الشباب القائمين عليها بيحبوا يحركوها. برضه بنقدم فصول تعليميه تم تركيبها في 4 محافظات، وتم برضه عمل نموذج لفصل متنقل تجميع وتركيب وتصنيع داخل مصنع 200 بخامات محليه. كما اللي ورايا دي تمساح 3 بتيجي شاسيه وبيتم تدريعها وتجميعها بالكامل وتصنيع الاجزاء بتاعتها بالكامل داخل مصنع 200. نسبه التصنيع المحلي فيها تعدت 60%. المراه موجوده في المصنع في جميع المجالات، بيأدوا دورهم زيهم زي الرجال تماما.